يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو شيق ومفيد جدا جدا، وانا الحقيقه كنت حابه اعمله من بدري، من فتره كبيره، بس بنسى بتشغل، فالحمد لله افتكرت ان انا اعمله وحبيت افيدكم من تجربتي مع المشدات وافضل الانواع ومميزات وعيوب كل نوع، وهتكلم عن الخامات كمان وهقولك افضل نوع ايه هو. طبعا المشدات يا جماعه مش معنى ان انت عايزه تشتري مشد او تلبسي المشد معناه ان انت مش راضيه عن جسمك او انت كارهه نفسك والكلام ده كله، لا، بس اوقات بتضطرنا الظروف ان احنا مثلا رايحين مناسبه معينه، هنلبس فستان معين، الفستان ده ممكن يكون هيبرز منطقه البطن وانت مش عايزه بطنك تبان، فبتضطري ان انت تلبسي مشدات. عايزه اقول لكم كمان المشدات مش معموله للناس المليانين بس او اللي هم زادوا في الفتره الاخيره. كمان المشدات مهمه جدا جدا للناس اللي مؤخرا كانوا فتره حمل وولدوا. طبعا جسمك بياخد ممكن من 6 شهور لسنة عشان يرجع زي الاول، خصوصا في فترة الرضاعة في ناس اصلا بتتخن عليها، فالمشد منقذ في الفترة دي خصوصا بعد الولادة عشان بطنك ترجع مكانها. فبصراحة هو فكرة منقذة جدا جدا، وانا شخصيا كنت بستعملها لما كنت زايدة في الوزن. يا جماعة انا جالي فترة بعد الحمل الرتيل وصلت ل 96 كيلو، او كنت بستخدم مشدات، او كنت دايما بشتري مشدات كتير. فالنهاردة الفيديو عن المشدات اللي بتخلي شكل الجسم حلو قوي، الحاجات العملية اللي انا جربتها في فترة ما بعد الولادة، في فترة لما كان وزني كبير نوعا ما. انا عملت دايت لفترة ونزلت في الوزن كتير، فالفترة اللي انا كنت فيها مليانة شوية او زايدة في الوزن كنت بجرب حاجات كتير قوي، كنت بحب اجرب مشدات كتير قوي، ايه الحاجات اللي ممكن تنفع معايا، الحاجات اللي حسيتها عملية، فحبيت افيدكم في الموضوع ده. فالقطع اللي انا هوريها لكم النهاردة حاجات عملية، وهوريكم برضو الحاجات اللي مش عملية فيها، وهقول لكم اشتريتها منين. هم معظمهم بصراحة طلبتهم من علي اكسبرس زمان، ايام ما كنت بطلب منه من فترة 2 3 سنين كده. فتعالوا نبدأ بأول حاجة انا يعني فادتني جدا جدا. نبتدي بأكتر قطع عملية اللي انا بشوفها ان هي تنفع لكل الناس، مش بتضايقك تحت اللبس، بتدي شكل حلو وجمالي، بتلم الاجناب ومنطقة الافخاد، بس ما ينفعش تلبسيها تحت بناطيل، وهي يعني كلنا عارفنا، وهي الكرسي او المشد اللي هو زي الشورتس ده. دي اكتر قطعة عملية بصراحة انا اشتريتها من فترة كبيرة جدا جدا، ايام ما كنت حامل في رتيل بعد الولادة بتاعت رتيل. اشتريتها وبصوا بقالها عندي، يعني رتيل دلوقتي عندها 6 سنين ولسه زي ما هو. هو موجود في الصيدلية بنات، ما كنتش طالباه من على اي موقع، وبجد عملي جدا جدا، سواء انتي بنوتة ما جوزتيش، سواء انتي متجوزة وجسمك اتغير نوعا ما، عندك زيادة في الوزن، كنتي حامل وولدتي، فحلو بيشد منطقة البطن، بيلم منطقة الفخدين، بيلم منطقة الأجناب، وبيمسك الجسم جدا. في بعض الأجسام لما بتلبس فساتين يعني ما بتبقاش أجمل حاجة وانتي ماشية، ممكن تتهزي من خصوصا من منطقة الخلف، فده حلو جدا، بيلم الجسم، بيدي شكل حلو قوي للجسم بتاعك. بس هو مش عملي مع البناطيل، ما ينفعش تلبسيه تحت بنطلون، هيعلم طبعا، لأنه هو شورتس، بصوا لحد هنا لحد قبل الركبه شويه، ما ينفعش تلبسيه تحت البنطلون. هو حلو للفساتين، لتحت السكيرتس، جميل جدا جدا، واكتر حاجه عمليه وكلنا يعتبر عارفينها اللي هي الشورتس دي. لا، اكتر حل حلو للمنطقه السفليه، يعني للجزء السفلي من الجسم، ابتداء من منطقه البطن، الفخدين كمان، الجنبين والمؤخره من ورا، بيشد الجسم وبيلمه وبيدي شكل جمالي تحت الفساتين. واكتر قطعه عمليه ومتاحه في كل الصيدليات، هتلاقوه في ماركات كتير جدا جدا، خصوصا ان الخامه بتاعته بصوا بتشد جامد، حلوه قوي. فدي كانت اول قطعه وانا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، واشهر قطعه. في بقى تعالوا بقى ندخل شويه لليفل الوحش شويه، يعني بالتدريج هندخل بالتدريج لليفلات كده، اللي هو لحد ما يعني تلم جسمك كله من اول اكتافك لحد الفخدين. تاني قطعه معانا وهي اللي عامله زي البادي سوت يا بنات، اللي هي بتلم بقى ايه منطقه يعني ما بعد الصدر شويه لحد الاجناب. هي زي المايو من تحت يا بنات، بيبقى فيها كباسين زي كده، والخامه بتاعتها مش تقيله، هي الخامه بتاعتها خفيفه بس قويه، بتلم الجسم قوي. دي بقى هتلاقيها على شي ان، انا كنت جايباها من علي اكسبرس، بس هي انا لقيتها على شي ان بس ما جربتهاش بصراحه، مش متاكده اذا كانت هي نفس الخامه ولا لا. سعرها رخيص جدا، عندي منها واحده تانية. القطعه دي برضو شبيهه ليها، بس بتيجي من غير الكوبش او الكباسين اللي من تحت، يعني ما ينفعش تفتحيها من هنا، هي زي ما يوم مقفول من اوله لاخره، اللي هي زي البادي سوت وفيها فتحه من ورا.
انا بفضل القطعه اللي هي دي اللي فيها من تحت كوبش او كباسين زي البودي سوت ومش مفتوحه من ورا. بصوا هحط لكم صوره الاثنين عشان تاخدوا بالكم من الاختلافات. دي لو لقيتيها هاتيها، دي ممتازه ما فيهاش فتحات من ورا زي ما قلت لك زي المايو وبتتشد من فوق. دي حلوه ليه بقى؟ لان بتلم الجسم قوي زي البودي سوت زي ما قلت لك، من اول ما بعد الصدر لحد الاجناب بتلم الجسم، بتلم منطقه البطن. دي تستخدميها في حاله ان انت حابه تلمي الجزء الفوقاني اكتر من الجزء التحتاني، يعني مثلا لو انت عريضه من فوق عندك منطقه البطن مضايقاكي شويه، منطقه الاجناب الهيبس من فوق مش من تحت، منطقه ما تحت الصدر شويه مضايقاكي، فده حلو جدا جدا ليكي. هو مش شورتس فمش هيلم منطقه الفخدين، هو معمول عشان الجزء اللي فوق اكتر من اللي تحت مع الهيبس شويه الاجناب اللي هي العظمتين اللي في الجنبين اللي تحت منطقه البطن بشويه. فده حلو جدا جدا ورخيص جدا جدا. انا برشح ده ليه؟ اللي هو ما فيهوش فتحات وبيتفتح من تحت، لان ده سهل ان انت مثلا لو خرجتي وحابه تدخلي التويليت ولا حاجه سهل ان انت تفتحيه وتدخلي التويليت. ده انا مش برشحه ليه؟ مع انه نفس الخامه وبرده ناشف وكل حاجه، بس في مشكله ان هو مفتوح من ورا. الفتحه اللي من ورا دي مش اجمل حاجه في الحياه، اللي هي بتبقى من الظهر كمان مقفول من تحت. يعني لو انت مثلا خارجه وحبيتي تدخلي التويليت ولا حاجه مش هتعرفي تفتحيه، لازم تقلعي كل هدومك ودي حاجه صعبه جدا. الفتحه اللي من ورا دي مشكلتها بنت ان انت لو انت عندك تكتلات الظهر من عند الاجناب من ورا اللي هي بيسموها اللوف هاندلز، فدي مش هتلم ظهرك من ورا، بالعكس هتبرز المنطقه اللي من ورا دي، فمش حلوه مش عمليه ابدا ابدا ابدا. اي حاجه من فتحه من ورا مش بحبها. لكن هي ككل حلوه. انا بعمل الفيديو بالساعه 3:30 بالليل والباب عمال يتفتح ويتقفل، عمال اتخض جامد. ما علينا. فزي ما قلت لك ان القطع السوداء افضل بكتير من الديزاين اللي هو بيبقى مفتوح من ورا ومقفول من تحت وعمليه اكتر بكتير جدا. بس لو انت حابه تلمي الجزء اللي من فوق اللي هو زي ما قلنا من بعد الصدر منطقه البطن ومنطقه الهبس او الاجناب والمؤخره نوعا ما، بس مش قوي يعني في المؤخره، لان هو مشكلته الوحيده انه بيعمل علامات اللي هي علامات المايو دي زي ما بيقولوا، يعني العلامات اللي هي من ورا العلامات بتاعه الاندر وير، فمش بحبزه قوي. فهتضطري ان انت تلبسي تحته او فوقيه شورتس، الشورتس اللي هي ممكن تكون خفيفه مش لازم الكرسي اللي انا وريتهولك ده، لا شورت عادي بس عشان يداري الخطين اللي بيتعمل له اللي بيبانوا من ورا، ودي حاجه مش لطيفه يعني لو هتخرجي بيه لوحده. فلازم يتلبس بعدي شورتس او الشورت العادي القطن او اللامير اللي عندك اي حاجه عشان يداري الخطين اللي بيطلعوا من ورا نوعا ما. فده حلو جدا جدا وانصحكم بيه قوي قوي قوي. نيجي بقى لليفل الوحش في المشدات. ده يا جماعه الهاي ليفل بقى، ان انت عايزه كل جسمك يبقى على المسطره. ده المشد ده انا كنت طالباه من مش فاكره، كان تقريبا من علي اكسبرس حاجه زي كده، مش فاكره من منين بالظبط، لان هو عندي بقى له فتره كبيره جدا جدا وما لبستوش خالص، لانه بالنسبه لي انا صعبه ما استحملش ان انا البسه. بس اختيار ممتاز لو انت مثلا عندك حفله، عندك فستان سهره وحابه تخسيله مثلا 5-7 كيلو، ده هيأدي الغرض بجد. بيمسك الجسم جدا، اولا هو بنص كم زي ما انتم شايفين، هو زي بادي سوت طويله بشورتس شورت كمان بنص كم او تلتين كم لحد هنا، يعني لو انت عندك دراعات هيمسك الدراعات بتاعتك. الخامه بتاعته جامده جدا جدا جدا، من قدام زي ما انتم شايفين بكباسين هنا وليه 3 ليفلات او 3 مراحل لو انت حابه تضيقيه على الاخر قوي، او المرحله الثانيه او اللاين الثاني او اللاين الاولاني لو مش حابه يبقى ضيق جدا. الخامه بتاعته زي ما قلت لك قويه جدا جدا، اقوى من اي مشد وريته لكم في الاول، لذلك بيعرق. لو هتلبسيه في الصيف صعب ان انت تطولي بيه لانه فعلا بيعرق وبيسخن الجسم جامد. من تحت بشورتس زي كده، الحاجة الحلوة اللي فيه ان الشورت من تحت فيه الدانتيل ده يا بنات، بحيث ان هو ما يتبرمش، مش بيتبرم من عند منطقة الافخاد ايا كان وزنك، مش هيتبرم ومش هيضايقك، فدي حاجة حلوة قوي فكرة الدانتيل اللي فيه. الشورتس واصل لحد نص الفخدين مش لحد تحت، يعني الشورت اللي انا وريته لكم في الاول طويل اطول من ده، ده واصل لنص الفخدين. ف
فلذلك ممكن تلبسيه تحت بنطلون، لو البنطلون لو هتلبسي فوق البنطلون حاجه طويله نوعا ما هيتدارى مش هيبان، فدي حاجه كويسه فيه، سواء تحت بنطلون تحت سكيرتس تحت فساتين عكس الشورتس اللي انا وريته لكم في الاول لانه طويل نوعا ما، لكن ده مش طويل قوي. ده في حاله لو هتلبسي بنطلون وايد ليج بانتس وهتلبسي عليه حاجه طويله نص الفخدين فمش هيبان. العيب الوحيد اللي فيه ان هو مفتوح من الظهر زي اللونه بيجي اللي انا وريته لكم من شويه اللي هو زي البادي سوت، برضو ده مفتوح من منطقه الظهر، شايفين مفتوح، ودي برضو حاجه مش لطيفه لان انت لو مليانه قوي زي ما قلت لك هيطلع تكتلات من الظهر وهتبوظ شكل ظهرك. فلو انت حابه تشتري افضل حاجه ان انت تقفلي الفتحه دي، انا الحقيقه ما لبستوش ولا مره لكن قسته في البيت وبجد رهيب حقيقي يا بنات، من اكتر المشدات اللي بتظبط شكل الجسم جدا جدا. انا مشكلتي ان انا بتخنق بسرعه، يعني مش بعرف البس الحاجات دي اللي هي بتبقى من اول جسمك من فوق لحد تحت الخامه اللي هي القويه دي، لكن لو انتي مضطره تلبسيه فهو فعلا من افضل المشدات اللي انا اشتريتها اونلاين وحلو جدا، وكان سعره مش غالي، اعتقد كان على علي اكسبرس حوالي ب 75 ريال او ب 125 ريال حاجه زي كده. هو بقاله عندي تقريبا سنتين، ارشحهولك لو انتي عندك مناسبه حابه ان انتي شكلك يبقى فتد قوي في الفستان في الطقم الخروجي اللي انتي هتلبسيه. بالانواع التانية بقى من المشدات اللي انا هوريها لكم دلوقتي، هو انا مش عارفه الحقيقه هي فين بس انا جربتها واشتريتها من على شي ان، وهي مش مشدات بمعنى مشد قوي، هوريكم الصور بتاعتها، هو انا مش لاقياهم حاليا لان انا اشتريتهم من فتره كبيره، عارفه شلتهم وديتهم فين، هوريكم الصور بتاعتهم. المشدات اللي انا هوريها لكم دي ما ينفعش تخرجي بيها، ليه؟ لان هي من عند منطقه الفخدين هتتبرم هتطلع لفوق، فمش عمليه في الخروج والحركه كتير. دي بتلبسيها امتى بقى؟ ممكن تلبسيها في البيت مثلا لو انت عندك فستان قصير حابه تلبسيه في البيت وحابه يلم شكل جسمك شويه، فالمشد ده من افضل الحاجات اللي بتتلبس في البيت، بجد شكله حلو الماتيريال بتاعته حلوه. قلت لك مش عملي ابدا للخروج، هو عملي في البيت لو انت حابه تلبسي فستان كده إليجنت مثلا عزم اصحابك على العشاء فحلو مش هيضايقك، هيمسك جسمك نوعا ما، بس مشكلته ان هو بيتبرم شويه فمحتاجه ان انت كل شويه تعدليه، لو اتحركتي كتير محتاجه ان انت تعدليه، فدي مشكلته. وانا جبت منه نوعين والنوعين نفس الموضوع، وهو حلو ان هو بيطلع لحد فوق، يعني بيوصل المشد بيوصل من فوق لحد قبل الصدر بالظبط، قبل منطقه الصدر بالظبط، فبيظبط شكل الجسم قوي من فوق، بيعمل لك شيب حلو للجسم وحبه، يعني انت مضطره تلبسي حاجه في البيت فده اختيار حلو جدا جدا جدا. هو شكله في منه برده بيبقى عامل بيبقى الحرده بتاعته عامله زي الاندروير، برده ده حلو وعملي بس مش بيمسك منطقه الافخاذ، بيمسك بس المنطقه العلويه للبطن او ما بعد منطقه الصدر، ودي من الحلول اللطيفه جدا جدا جدا. دلوقتي بقى هقول لكم على افشل مشد انا جربته في حياتي، وكان برضو بعد ما ولدت رتيل، وهو اول مشد جربته الحقيقه بعد الولاده، وبصراحه فاشل جدا جدا جدا، وما تضيعيش فلوسك ولا تشتريه ولا اي حاجه، يعني ما تصدقيش الكلام اللي بيتقال عنه. المشد اللي هو بيكون زي قطعه قماش بتتلف كده على البطن منطقه البطن، وفي كباسين او كوبش زي كده، في برضو ثلاث مراحل زي كده بتضيقيها وتقفليه بالكوبش دي او الكباسين دي، هوريكم صورته هنا. ده من افشل الحاجات اللي ممكن تشتريها وتضيعي فلوسك عليها حقيقي، بيتبرم بصوا اولا ما بيظبطش خالص على البطن، خصوصا لو انت منطقه البطن عندك كبيره او خارجه من ولاده وحابه تلبسي حاجه تلم منطقه البطن، فاشل فاشل فاشل. الحاجات اللي فيه دي بيبقى فيه زي سبورتيف لاينز كده او حاجات كده بتبقى زي خطوط، الخطوط دي بلاستيك بتبقى قوائم كده عشان تثبته او عشان توقفه، يعني عشان ما يتنيش. القوائم البلاستيك دي بتطلع منه وبتقعد تشكشكك بقى في جسمك وحاجه يعني منتهى الالم حقيقي، دي اول حاجه. تاني حاجه لو انت شلتي القوائم دي هو مش هيبقى ليه اي لازمه، هيقعد يتبرم من فوق ويتبرم من تحت. تاني حاجه حتى بالقوائم دي، حتى لو القوائم دي اللي انا بقولك عليها او الخطوط دي ما طلعتش منه وشكشكتك، من تحت هيفضل يتبرم، يعني هيفضل يبرم او هيترفع لفوق، فبصراحه اختراع فاشل. الاختراع ده ممكن يكون حلو للناس اللي اوريدي ما عندهاش بطن، او الناس اللي هي
جسمها مش مليان قوي، ممكن يظبط معاها. الناس اللي بتلعب رياضه في الجيم اللي بيلبسوا سوتس وعليها البتاع ده برضو ممكن يظبط معاها، ممكن كان هو كرسي تلبسيه وتلبسي عليه هدوم ويظبط جسمك. لا فاشل 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 صراحه يعني. فهي دي كل التجارب اللي انا جربتها مع مشدات الجسم، حاولت افيدكم واقول لكم تجاربي وايه الحلو وايه الوحش وميزه كل قطعه وعيوبها. اتمنى اكون افدتكم، يا رب اكون افدتكم. بس كده يا حلوين، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك على الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.